السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسرع شخصين وإصابة 4 آخرين على طريق الضبعة مرسى مطروح. استقبلت مستشفى الضبعة المركزي بمرسى مطروح 6 أشخاص، منهم جثتين لشخصين و4 آخرين بعد إصابات متنوعة أثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق مطروح الضبعة. وتم نقل المصابين والجثث للمستشفى الضبعة النموذجي عن طريق سيارات الإسعاف. البداية عندما تلقت غرفة العمليات مديرية صحة مطروح بلاغا أثر انقلاب سيارة ملاكي كانت بطريقها إلى المصيف بمرسى مطروح، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى الضبعة لاتخاذ اللازم. واستقبلت المستشفى كل من حورية عبد الحكيم محمد تبلغ من العمر 60 عام وتقيم في القاهرة، وإبراهيم عبد الجابر إبراهيم يبلغ 68 عام ويقيم في القاهرة متوفين. والمصابين ياسمين رجب تبلغ من العمر 35 مصابة بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم تقيم في القاهرة أيضا. رويدنا أحمد إبراهيم تبلغ من العمر 8 سنوات مصابة بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم تقيم في القاهرة. وريتال أحمد إبراهيم تبلغ من العمر 39 سنة مصابة بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم تقيم في القاهرة أيضا. وأحمد إبراهيم عبد الجابر يبلغ من العمر 39 سنة يعاني من جرح متهتك في الرأس وخدمات وسحاجات متفرقة في الجسم ويقيم أيضا في القاهرة. تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة اليوم 11/7/2022. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.